الأداء الشوط الأول، الشوط الثاني يمكن نص ساعة كان الأداء كويس، كنا بنوصل أول ما جبنا الجون وجبنا الجون الثاني وهجمة مرتدة أخطاء، نفس الكلام بقوله لهم الماتشات دي بتاعت الكاس مع فرقة صغيرة هي جاية يطلع كل ما عنده طاقة وعايز يثبت نفسه، ماتش متذاع في التلفزيون والناس بتتفرج عليه، فهو هيبقى عنده دوافع كتيرة، أنت مش عايزك تستهتر بالمباراة، فبقول الحمد لله ماتشات الكاس كده يعني. متخوف يا كابتن؟ كنت متخوف من مفاجاه الكاس قبل الماتش؟ طبعا متخوف، يمكن شفنا ما الزمالك والمستقبل، مستقبل في اللقاءات اخر دقيقه 81 كان متقدم على الزمالك، فرق بتكسب بصعوبه ماتشات الكاس بالذات مع الدرجه الثانيه، فكنت خايف طبعا المباراه طبعا. اكيد ده درس للعيبه، واكيد انت اتكلمت على ده عقب المباراه. والله الماتشات دي درس للمدربين ولينا وللعيبه، ولازم يعني ناخد منها دروس كثيره. لازم يعني فرقه غزل دمياط تلعب كل قوه، لازم العب بقوه اكتر منه، ولازم ابقى يعني التحاماتي وشغلي لكن هم كان في بدايه الشوط الاولاني كان في استهتار، الماتش جري مننا من الشوط الاولاني. يمكن التغيير اللي اجريته مع بدايه الشوط الثاني بنزول حسام عرفات يمكن وتقربت الخطوط شويه الامور فتحت. والله انت عارف برضه انا عندي ناس كتير عندها انذار ثاني، فكنت متخوف برضه من الانذار، بس الحمد لله ما فيش حد خد انذار باللي هم كانوا واخدين انذارين، بس عندي ناس خدت انذارات، ده يمكن كان قلقني شويه. انا بالنسبه لي طبعا الدوري مهم بالنسبه لي، عندي ماتش مهم مع المصري يوم 20، يمكن عيني كان على الماتش المصري بشكل كبير جدا، ولكن نقول الحمد لله على ان احنا عدينا الدور 32. الحمد لله طبعا بنشكر حضرتك طبعا على التغطيه وعلى وجودكم معنا، وانا في الاول والاخر طبعا انا بشكر على لاعبتي طبعا على الاداء المشرف، ويمكن انا قلت لهم طبعا قبل المباراه بغض النظر عن النتيجه احنا طبعا راضيين عن كل شيء، ووضع طبيعي طبعا ان وادي دجله طبعا يكمل، لكن ربنا الحمد لله طبعا رضانا عشان مستوى اللعيبه فعلا كانت النهارده كانت على قد المسؤوليه، وقدرنا الحمد لله نتقدم على وادي دجله، وهم حتى بعد ما تفوقوا علينا بهدفين قدرنا نرجع للمباراه، وجالنا طبعا فرصتين طبعا في ضربات الجزاء، لكن طبعا ده حاجه بتاعت ربنا وتوفيق بتاع ربنا، لكن يعني بتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تكمل بنفس المستوى وتظهر بمستواها الحقيقي في الدوري اللي هو الهم الاكبر لنا بالنسبه لنا، لان مسابقه الكاس بالنسبه لنا حاجه طبعا مرحليه، واحنا بنعتبرها دي اعداد للدوري بتاعنا. سر وراء الاداء المتوازن لغزل دمياط خاصه في الشوط الاول، يمكن فوجئنا ببدايه في ثقه، الخطوط متقاربه من بعضها، بتلعب في حدود امكانيات لعيبتك، وده اللي خلاك انهيت الشوط الاول بتقدم بهدف، حتى لما استعاد وادي دجله خطورته واحرز هدفين برضه عدت المباراه احرز هدف ثاني، ايه السر؟ والله حضرتك احنا بقالنا فتره بصراحه، فاحنا في التمرين قدرنا نغير في طريقه اللعب، انا لسه ماسك الفريق بقالي حوالي 28 يوم بالظبط، قدرت اغير من طريقه لعب الفريق، قدرنا بنحاول ان احنا نعمل توازن في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، يمكن طبعا النهارده وادي دجله فريق كبير، فبنحاول ان احنا نعمل كثافه عدديه في كل مكان فيه كوره، وده اللي احنا قدرنا ان احنا ناكد عليه على لعبتنا، وقدرت استعين الحمد لله بمجموعه لعيبه شباب سنهم صغير يقدروا ينفذوا الفكر. بالتاكيد الاداء ده والخروج بهذا الشكل المشرف اسعد كل ابناء دمياط، وبالتالي كل الضمايطه لن يقبلوا الا ان الفريق يمشي بخطى ثابته في القسم الثاني ويعود مجددا للاضواء، والفريق النتائج وهذا الموسم غير يعني مش مناسبه لغزل دمياط واسمه، ايه وعدك لكل يا رب ان شاء الله كده يكون اللي جاي احسن ان شاء الله، واللاعيبه تعرف ان هي ان شاء الله عندها مستوى وعندها اداء كويس تقدر تحسن وضعها في جدول الدوري في القسم الثاني، والماتشات ان شاء الله في الدور الثاني طبعا كل نقطة مهمة بالنسبة لنا، ونقدر إن شاء الله نحفزهم ونقرأ خطط اللعب ونمرنهم على إزاي إن هم كل مباراة لها ظروفها ولها لاعبتها المناسبة، ونقدر إن شاء الله نحسن وضعنا إن شاء الله كده ونكمل، ونشرف إن شاء الله محافظة دمياط، ونعلن إن في فريق دمياط وفي فريق قصد دمياط محتاجين رعاية ومحتاجين إن الناس كلها تقف ورانا إن شاء الله. We'll be right back.